السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. اليوم راح نفاجئكم بعض الحقائق اللي ما كنتوش توقعها، لكن هذا طبيعتنا ونحبوا نهضروا الا بالادله. ما عندناش دليل، قلناها من الاول البدايه، ما عندناش دليل ما تكلموش، كل واحد يمد الادله نتاعو والحكم هو الجمهور. اول شيء خي تكلمنا وقلنا في فيديو سابق باللي قضية تاع بالرحمة غدروه وسنيه وفي بلاصتو، يعني مضاو العقد هذا برينتفورد وشريته تشيلسي وهو غضبان وكان حاب باغي ارسنال. هذه فيفا جبتهاش انا، هذه يقولوا لها فيفا. الفيفا القانون واش يقولوا؟ نعطيكم الترجمه بالعربيه نقراها لكم، واني كاتبها الترجمه نقراها لكم وهي بالانجليزيه. صح، الترجمه واش تقول؟ تحت قواعد الفيفا اذا اراد فريق استقدام لاعب، مثلا تشيلسي حاب يشري بالرحمه، يجب عليه التكلم او التعامل مباشره مع الفريق الذي ينضم اليه. يعني تشيلسي اذا بغات تشري بالرحمه نيغوسي ولا مباحثات تكون مع الفريق نتاع برينتفورد. هذه اللي قالوا باللي لامبارد عيط الماناجر نتاع بالرحمه، خي قالوها. هذا الفيفا تقول، الفيفا هذاك فريق محترف وذاك فريق محترف نيفو عالي تشيلسي، هذاك يلعب في الشامبيونشيب وذاك يلعب في البريمير ليغ، وبالاضافه لذلك عنده الشامبيونز ليغ، عنده بطولات، عنده نهائيات، عنده معروف تشيلسي، مش انا اللي نعطي الالقاب نتاعو ولا نوريكم الالقاب نتاعو. فريق محترف. الفيفا تقول اي فريق يحب لاعب مش يروح يتفاوض مع المانجر ولا مباحثات مباشره مع الفريق الاولى، عليه التكلم او التعامل مباشره مع الفريق داكور الذي ينضم اليه، ليس مع اللاعب. ما تفاوضوش مع اللاعب، لامبارد ما يتفاوضش مع اللاعب ولا يرفض التليفون يعيط اللاعب او ممثليه او وكلائه، الوكيل كما يقولوا. ما يكلمش الوكيل ولا الماناجر ولا الوسيط، ما يكلموش يقول له اسمع شوف لي بالرحمه شوف. هذه يقولوا لها الفيفا، هذه يقولوا لها الفيفا، ما جبتهاش انا، هذه يقولوا لها الفيفا. الا عاد فيفا تخرف وناس اخرين عندهم الحق، هذه ما بقاش نفرموها الفيفا، نغلقوها ونحبسوا واسمها تشيلسي، ولا نديروها مع بطوله واد كنيس، وبرنتفورد نديروها مع بطوله واد كنيس، وحنا نعودوا حنا الميور. هذه قلنا الفيفا. نروحوا للناس اللي يقولوا باللي تراسك خشين وعطيناك وثيقه تبين باللي هذا وكيل. انا في فيديو سابق واش قلت؟ اعطيت لكم التفاصيل الكامله الشامله، وكاين اخوه بارك الله فيهم عايشين في انجلترا وعيطونا وبعثونا ولا كيفاش. اراك جيست 100% في قضيه الشركه انيك مانجمنت فوتبول. هذيك الشركه عندها كي تروح، عطيت لكم الموقع قلت لكم ها فيها زوز مكاتب في انجلترا، عطيتكم الادريس نتاعها والعنوان، عطيتكم كلش وبالماكس نتاعها الموقع الجغرافي نتاعها، وعطيتكم حتى شكون اللي حاكمينها، اللي راهم يقولوا باللي كاين وكيل يعمل مع، احنا سمعناه وكيل مره الاولى قالوا باللي هذا هو وكيل بالرحمه، هذه ما كانش منها. ومن بعدها قال لك لا مش وكيل بالرحمه، هذا وكيل يعمل في شركه الوكلاء تاع سعيد بالرحمه، شركه وكلاء سعيد بالرحمه هي إينيك سبور مانجمنت. بصح عطيتهولكم الدليل سابقا واستكتبتهولكم باللي سعيد بالرحمة إلى غاية 2019 31 جانفي كان تابع ويرسام إيغال، هذا هو لاجون ولا المدير الشركة ولا الوكيل، سموه وكيل نتاع اللي عنده الشركة أوسيان ستار فوتبول مانجمنت. عطيناها لكم وكتبناها لكم وبينا لكم هذه غايه 2019. من بعدها في مارس 2020 ولا تابع لإنيك سبورت مانجمنت، مش إنيك فوتبول، انا غلطت، إنيك سبورت مانجمنت. إنيك سبورت مانجمنت فيها 3 عباد وما عندهاش فرع في الجزائر، ونتحدى اي واحد اللي عنده دليل يبين لي باللي عندها فرع في الجزائر يتقدم.
لانها الجزائر والدوله الجزائريه القانون تاع الدوله الجزائريه ما يسمحش بالشركات هذه تاع السماسره تاع اللاعبين تعود عندها هنا حتى ولو فرع. هذا القانون الجزائري ما درتوش انا. اذا ما كانش حاجه فرق تفهمنا فيها وهضرت عليها وعطيتك بالادله بالدليل. شكون هما الاشخاص اللي كتبناهم لكم وقلنا لكم عليهم؟ المدير نتاعها والعمال نتاع اللي تحت المدير تسمى. المدير نتاعها اللي قلت لكم عليه باري ويلان هو المدير التنفيذي تاع الشركه، وعطيتكم الصوره تاعه وزدت بينوها لكم ما عندنا حتى مشكل. وقلت لكم اللي سيليا معاه هاري كين مارلون فليشمان والوكيل تاع زاها ولفريد زاها اللي هو اللي قالوا بانصار ويست هام اللي هو الوكيل نتاع سعيد بالرحمه هو ويليام سالتوز. هذا اللي قالوا انصار ويست هام اللي هذا هو الوكيل نتاع بالرحمه ويليام سالتوز. والحمد لله خوتنا اللي في انجلترا اكدوا لنا الكلام هذا وبارك الله فيهم على المناسبه. بالمناسبه هذا حنا قلنا نقطه مهمه، الى عندكم دليل دليل ان هذا الشخص الوكيل اللي تهضروا عليه اللي يخدم في شركه وكلاء سعيد بالرحمه الانكسبور قدموه لنا، ما عندكمش وثيقه ولا ما عندكمش حاجه، كاينه حاجه سهله. انا سافر المانيا ولا ايطاليا ولا فرنسا ندير صور، راني نحوس ندير صور حواس. هذا يخدم في شركه تاع انيك يدير لنا فوطوات، يدير لنا صور مع هذا المدير التنفيذي باري مع لي زاجون هذوما، يصورنا المقر يدخل داخل المقر يصورنا خلاص نطلبوا الاعتذار. احنا رانا معروفين من متسامحين مع كامل الناس اللي يظلمونا ونسامحوهم، هذا طبيعتنا احنا، هذا الا غالب هذه طبيعتنا. بصح كاينه حاجه هما قالوا باللي وثيقه وما وثيقه. بالله عليكم وثيقه رسميه ولا امر بتفويض، هي امر بتفويض العنوان نتاعها امر بتفويض ما بيبليوهاش نعطوك، ما هما اللي هضروها وقالوها ما عادش تهمنا درك. هذه وثيقه اللي يقولوا وثيقه امر بتفويض وهذه بيان، اين الامضاء اللاعب وكيل؟ انا عندي وكاله، انا عندي وكل بوكاله على واحد، نمضي انا ويمضي الطرف الثاني. اي وكاله كره قدم ولا غيرها، كاين الوكيل كاين الوكيل وكاين اللاعب، نهضروا كره قدم كاين اللاعب وكاين الختم، هذه ما كانش امضاء ومخبيين وكذا وما يقولوا امضاء، احنا حسب كلامهم امضاء ومخبيين. الختم ما كانش صح، الختم تقولوا انتم اسرار. معليش انا نعطيكم حاجه اللي خلاص فو، هذه الوثيقه خط احمر ولا طيشوها ولا حرقوها ولا قطعوها ديروها كيما تحبوا، اللي حطيتوها قلتوا وثيقه. الوثيقه تاعك بتقول باللي هذا اللاعب بادارو زايد في 18 فيفري 1991، انتم اللي قلتوا الوثيقه تاعك بتقول هكا داكور. مالا روحوا ادخلوا ابحثوا شوفوا بادارو فاش زايد في 18 جويلي 1991، فضلك لا مي 18 جويلي 1991 بادارو، والوثيقه تاعكم تقول 18 فيفري 1991. وكل المواقع تقول بادارو زايد في 18 جويلي 1991. سمى العالم هذا كامل غلط غلط. الوثيقة اللي تقولوا وثيقة ما فيهاش لا كاشي لا سنياتورة تاع الجوار لا والو، فيها 18 فيفري وهذه ما هيش وثيقة. دوك نعطيك بالوثيقة الرسمية اللي راهي فورميلار اللي يخدموا عليها من لا فيديراسيون، دوك نحطها لك لا فورميلار صحيحة وفيها زارتيكل تاع القوانين المادة 4 ومادة 5 ومادة 6 والناس اللي تقول احنا رانا ما نفهموش، احنا قارين شوية قانون شويه برق قانون، ماناش باش نفوخوا برواحنا وقرينا وعلمنا، قد ما نقراو رانا ما قريناش ومازلنا ضعاف وما تعلمناش، لأن العلم بحر كبير جدا، لأن العلم عفوا بحر كبير. إذا نرجعوا لموضوعنا، الوثيقة هذه خلاص أنيلي، هذه تقدر تقول حتى إذا قبلناها، إذا قبلناها راهي وثيقة، فرضا قبلناها وثيقة. الوثيقة هذه تسمى عرفيا عرف العقد عرفي عرفي. دوك انا قلت لك نعطيكم لي فورميل راه ما فيش كيما هكا خلاص، ونعطيكم حاجه تاع تبين لك حسب الماده، هاي الماده 5 اللي عندكم شوفوها عقد الوكاله، انا كتبه بالفرنسيه نترجم لكم بالعربيه باش تسمعوني وتفهموا. بك خالتي شروط عقد الوكاله
بين الوكالة واللاعب حسب قوانين الفيفا. نسبة أجر الوكيل حسب أجرت أو قيمة أجر أو قيمة العقد من 3% فأكثر. طريقة توفير الأجر، إما شيك أو يعني شيك، إما طريقة شيك أو حوايج أخرى. شروط فسخ العقد بين الوكيل واللاعب وإمضاء الطرفين وإيداع العقد الممضي بين الطرفين في مدة لا تتجاوز 15 يوم في الفيدرالية أو الفيفا. داكور، هذا المادة رقم 5. المادة رقم 5 تقول هكا، هذه كل شروط ما تستوفاش في الوثيقة نتاعك، إذا الوثيقة نتاعك باطلة. مادة 5 ما تستوفاش شروط هذه، الوثيقة هذه باطلة. عطيتكم غير مثال واحد، عندك درك زوج أمثلة، عطيتكم زوج أدلة. الدليل الأول تاريخ لانيسونس تاع الجوار غلط. كيفاش اتحادية تقبل تاريخ لانيسونس غلط؟ إذا عاد هذه وثيقة صحيحة، إذا عاد كارثة. تاريخ لانيسونس غلط، هذه وثيقة. الدليل الأول. الدليل الثاني ما تستوفيش الشروط. مادة 5 للشروط اللي ذكرت ما فيهاش الوثيقة. متفاهمين؟ نروحوا للفيديو، قال لك درنا فيديو ودرنا دليل، والسيد هذا مخشر راسه. درنا له دليل على جوار باتريك مالو، والجوار هذا يهدر يدير ديديكاس. دوك نعطيك معنا قراءة بسيطة تاع واحد أمي ولا نية. أنا كي نشوف فيديو على واحد يدير ديديكاس بمناسبة عيد ميلاد الوكيل، كاين ثلاثة حوايج. إما الحاجة الأولى، ديديكاس هذيا راني نصور معاه ودار لي ديديكاس، ولا حتى كلمته، ولا عندي علاقة معاه في الفيسبوك، ولا أمي معايا في الفيسبوك. القراءة الثانية، أنا هو المانجر نتاعو، ولا أنا هو لاجوان نتاعو. القراءة الثالثة، قالو هذا درت فيه خير، مانيش أجون نتاعو بصح درت فيه خير. قال ممكن أنا بعثت له فيديو، درت له مونتاج تاع فيديوهات باش يتباع معايا في الكلاب هكا، ولا باش يعرفوه بالمونتاج تاع لي فيديو. هذه الثالثة. أنا نروح القراءة السليمة، نجي مع القراءة السليمة. القراءة الأولى كون نقول نمشي بالقراءة الأولى، تقولي لي راك ضد هذه القضية وانت راك حقود وكذا. لو نمشي بالطريقة الثالثة تقولي ما عندكش دليل، ما نعطيك، ما نمشي معك بالمبنى الثاني، بالطريقة الثانية اللي هي مع الأجون. دوك نعطيكم، نجيكم الصدمة. الأجون تاع هذا باتريك مالو ما هوش الوكيل تاع اللي تهضروا عليه تاع بالرحمة، هذا تاع اللي الشركات. الوكيل تاعو ولد بلادو اسمه شارل، ونعطيكم حتى اسمه واللقب تاعو والصوره تاعو. وشارل هذا عنده سوابق في قافي جلبة القبائل، ومكروه، واحد احتكاري ويحب الدراهم. شارل هذا جاب لهم دياوارا، جوار مصور معه اسمه دياوارا، ودياوارا هذا. ومن بعدها زاد، بعدها كان جوار تاعنا الدولي تاعنا بالعمل تبليسا، ورايحين يحوسوا على جوار. الجوار اللي كانوا يحوسوا عليه جاهم في تربص تونس، هو هذا الجوار اللي قلت لكم عليه، باتريك مالو. باتريك مالو ماناجر تاعو هو شارل. باتريك مالو باش بدا يلعب في القوات المسلحة البوركينابية، من بعد راح للجيسكا، ومن بعدها راح لفرق اخرى ما كان له نطرقوا لها. لكن الماناجر نتاعو هو شارل، وكان حتى الشركة تاع المانجمنت تاعو ولا الشركة تاعو اللي ظهرناها وبيناها لتبعها. اذا ما وينو المانجر؟ وينو لاجون؟ كاش ما شفت واحد يقول بلي راني انا وكيل، لاجون هو الوكيل. هذا الدليل الاول، هذا قولوا له اللي قلت تقولوا عليه قبل ما نروحوا لبادارو. باتريك هذا اللي قلنا لكم شالو، شارل المانجر تاعو، راهو كيتابع شركة برتغالية. شركة بعد ما راح من جيسكا أصبح تابع شركة برتغالية. هذه الشركة حل لكم حتى المدير نتاعها، تشوفوا هذا المدير نتاعها، اس ال وورد تيم، مقر نتاعها بورتو، مقر نتاعها في البرتغال بورتو. اس ال وورد تيم، مدير نتاعها هذا برتغالي. وبالدليل خاوتي، اللي عنده دليل ضد الكلام هذا يقدمه لنا، ما عندنا حتى مشكل. مقرها البرتغال بورتو، وهذا المدير تاعها كان اونسيان غارديا، كان المحارس السابق. هذا باتريك مال، ولا فغلقنا على ملف نتاعو. دوكا نرجعوا لبادارو اللي داروا في الوثيقه، وبادارو اللي قلنا لكم الوثيقه راهي غالطه، داتا ليسونس تاعو،
وثيقه باش كيما هكا لازم تكون لا فورميلا اللي قلت لكم عليها وريتها لكم. نرجعوا لبادارو، بادارو قصته قصه. بادارو هذا تابع الاجي ام فوتبول، هذه هي اللي قلنا مؤسسها جاي جاي ابي. راح تصدموا، لا بادارو راح تصدموا صح. دوك نعطيكم علاش تصدموا. هما في الوثيقه دايرين باللي بادارو من لا دات التفويض، امر بالتفويض يبدا من 2017 حتى 2018 جون في 2017 الى غايه 2018. في مارس 2017، ما نحكيش على 2019، كاينه صوره للوكيل في 2019. في مارس 2017 لحساب الورقه اللي راهم يهضروا عليها، نعطيك من الا بالدليل ودو معايا الا الدليل، واللي عنده ضد راني واجد. ويلي شوكو، اشفع الاسم هذا مليح، ونعطيكم دوك الصوره تاعو مصور مع بادارو. ويلي شوكو هذا، هذا ويلي شوكو جورناليست وفي نفس الوقت هو الوكيل. اصلا تاعو نعطيكم اصله من بنين بصح زايد في الكوت ديفوار. ويلي شوكو هو المانجر نتاع بادارو، والورقه هذيك فوق الوكيل تاعك فوق. انا قلت لك مارس 2017، ثم الورقه تقولوا باللي التفويض يبدا من 2017 جانفي الى غايه 2018. انا عطيتكم مارس 2017، وعندنا حتى لاباج فيسبوك تاع شوكو ويلي، وعندنا كل الصور زيدك صوره شفتوها ومبيبليها مام اللاعب في الفيسبوك نتاعو بادارو، اللي غالطين له في الشات في تاريخ الميلاد نتاعو، اللي قال لك وثيقه رسميه الوكيل نتاعو. واي الصوره حاطينها، الصوره حاطينها واضحه، عفوا في جوان 2017 مش في مارس، في جوان 2017 تصحيح معلومه واضحه. وفي 2019 نفس الجوار عيط له ماي فراذر، ماي براذر، ماي براذر نفس الوث. في 2019 سنيه في فريق اخر، ما يهمناش الفرق اللي سنيه فيها. في 2019 نفس الوكيله، نفس الوكيل، وحاطين لكم الفيسبوك نتاع بادارو ونتاع الوكيل تاعو ويلي شوك. اذا بادارو ما كانش الوكيل هذا اللي تهضروا عليه، ماهوش الوكيل تاعو. وايضا قلنا لكم الوثيقه تهضروا عليها باطله، الفيديو باطل. اذا تبعناكم على اساس انه فيديو راهو جيست وصحيح ووكيل تسمى لازم هو الماناجر ولا هو لاجون، هذه نتفاهموا فيها. دركا كاينه حاجه راح نتكلمها، واش هي؟ هما يقولوا باللي جينا في الخاص وبلوكانا. يا ناس يا ناس، انا ما قست حتى واحد وما ظلمت حتى واحد. هما يقولوا هذا الوكيل، ايه نزيدكم معلومه، الوكيل ويقولوا باللي دخلنا له اول حاجه دخلوا للخاص، لازم تحترم الناس تاع اللي تجيهم في الخاص، ماكش تروح تهددهم ولا تقول لهم باللي لازم تعتذروا ولا راح ولا الوكيل هذا صاحبه، الوكيل هذا لازم يطالبنا باش يهدد فينا الحبس ولا العداله. انا نذكرك باللي الماده 284 وماده 285 في القانون الجزائري تقول اي شخص شفهيا وعد الادله، عد الادله او التسجيلات الصوتيه، اي شخص يهدد شخص شفهيا شفهيا فهو يعاقب. القانون الجزائري ماده 284 وماده 285 راكم تهدوا فينا بالحبس، مانيش عارف. احنا قلنا لك، رانا قلنا لكم خوتي قرينا شويه قانون شويه برك، اللي هدد ثاني شخص ولو حتى لفظيا بالسجن او بالاجرام ولا بحاجه، الماده 284 و85 اتعاقب من سنه، من 6 اشهر لسنه وغرامه ماليه. راني قلنا لكم قرينا شويه قانون. نرجعوا للبريفي، البريفي بلوك بلوكانا في البريفي وكذا. نعطيكم مفاجاه واحكموها وشدوها عندكم. مفاجاه واش هي المفاجاه؟ انه الوكيل يعترف شخصيا، عد الادله بصح ما نذكروهاش الا للضروره، الوكيل يعترف شخصيا باللي انا مانيش وكيل بالرحمه، لانهم في البدايه كانوا يسوقوا للناس انه هو وكيل بالرحمه. يعترف ضمنيا مانيش وكيل بالرحمه. الشيء الثاني، انا راني الا صديق بالرحمه، وراح الوكيل ما كانش، وراحت شركه الوكلاء
ما كانش. هاي صدمة. الصدمة الأكبر والأكبر أني توقفت وأنا عاطل على العمل، توقفت سنة 2018. هذا الوكيل اللي تواصل معنا ومن بعد هددنا القانون بيناتنا، أو شو نقول؟ لأن هنا قلنا كم قرينا شوية قانون، ما قرينا شي ياسر، قرينا شوية برك. الوكيل يقول باللي 2018 توقفت عن العمل، بينما يدعون أن الوكيل ما زال يعمل، وشركات وما شركات وما شركات في وكلاء تابعة للرحمة. وكيل يعترف لا علاقة لي بالشركات، ولست وكيل بالرحمة، أنا صديق بالرحمة. خلاص، هذه قضية الوكيل أنهيناها. نروح لنقطة أخرى. خورخي منداز يتكلموا ويقولوا باللي خورخي منداز عنده شركات وشركات في كل فروع وفروع. خورخي منداز عنده شركة نتاعو في البرتغال، وعندها فرع في زوز مكاتب في دبلن إيرلندا. بالدليل إلى راني غلط، البراهين تاعي غلطة، نقدم مليون اعتذار، مش واحد اعتذار، أي شخص وقولها ونعودها عنده دليل يثبت لنا أن الوكيل اللي يتكلموا عليه دائما عنده تابع وشركة وكلاء بالرحمة، يتقدم وراني واجد، راني واجد، شو عنزيد أكثر منها، نزيد أكثر منها. إذن إن شاء الله الناس اللي تهاجم واللي تسب تشوف الفيديو مليح. أما الوثيقة مش نختم، أما الوثيقة إذا تحبوا نخدم لكم وثيقة، نخدمت لكم وثيقة. أنا راني من الآن فصاعدا أنا هو لاجون نتاع ليونيل ميسي، واللي فريق جزائري يحب نعطيه ليونيل ميسي بحلو يعطيني الباي شكارة. أتحب تشريه السيار بي أخي بطل الجزائر، راني واجد. أتحب تشريه الأخرى واسمها الاتحاد العاصمة مولودية الجزائر غيليزان تلمسان وارن، يا خوتي راني واجد. أنا وليت هو المناجر تاع ميسي والحديث قياس. في الأخير خوتي ملاقاتنا مع المزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.